ايوه يا دكتور، اول صفر سعره 3 مليون وممكن عشان خاطر حضرتك ينزل 2.5 مليون بس. ولو شايف انه كتير احنا ممكن كمان ننزل 200 ألف، بس نخلص وبسرعه. لا مش موضوع كتير ولا لا، بس هو اللي انا اعرفه انه سعره تقريبا 3 مليون او 3 مليون ونص، ده لو ورقه سليم طبعا. لا والله يا دكتور ورقه سليم، يعني ما اتقتلش فيه قتيل ولا حصلت فيه اي مصيبه، انت اول حد هتدخله. امال حضرتك ليه سايبه فيه فلوس كتير قوي كده؟ اختك مزنوقه ومحتاجه كاش باي طريقه. لا لو مزنوقه فلوسه تبقى عندك بكره الصبح، بس انا اشتريه بسعره الطبيعي 3.5 مليون. حضرتك بتتكلم جد؟ عايز تشتري باكتر من سعره بنص مليون جنيه؟ لا بقول لحضرتك هشتريه بسعره الطبيعي. حضرتك متاكد؟ متاكد. ده غير ان انا مش هستغل زنقه واحده في ان انا اوفر شويه فلوس، ولا ايه؟ الدنيا لسه بخير على فكره. كده ورقك كله تمام يا دكتور؟ والله تعبتي نفسك، كان ممكن تبعتي اي حد. لا طبعا ما تقولش كده، اخلاقك وتربيتك يخلوني اجيلك لحد عندك واشكرك واقول لك ربنا يحميك ويخليك لاهلك. الحقيقه ما عملتش حاجه، ده العادي. هو ده العادي بالنسبه لانسان محترم ومتربي زيك، بس ده في العادي مش عادي. في العادي يا دكتور الناس ما بتصدق تلاقي حد مزنوق عشان تقدر تحلبه وتمص دمه. شكلك شايله جامد، شفت كتير. ها شفت كتير وقليل، واللي شفته كتير وقليل بيخليني اعرف اميز الراجل الشبعان من الراجل الجعان. ومحسوبتك ما شاء الله، يعني ما قابلتش غير الجعانين في حياتك. مش قوي كده يعني، مش كل الناس وحشه، في ناس شبعانة كتير. عمري ما قابلتهم في حياتي بصراحة، يعني انت اول حد قابله يكون شبعان. عارفة يا اسماء، انتي كاركتر غريبة، عاملة فيها جامدة ووحش، بتهبي في الناس وتبخي فيهم، مع انك طيبة جدا وغلبانة. وانت عرفت ازاي؟ انت لسه متعرفش عني اي حاجة. شغلتي بقى بفهم الناس من غير ما يتكلموا. هو انا فعلا كده، اللي يشوفني ويشوف طريقتي الجامدة مع الناس ويشوف الرجالة اللي بشنبات اللي بتقف تترعش قدامي ويشوف المحلات بتتقفل عليا ازاي وانا داخلة اعمل فيها شوبينج ويشوف حساباتي في البنوك ويشوف طريقتي وعيشتي يقول عليا المرأة الحديدية. لكن أنا أغلب من الغلب والله. دي حقيقة، دي كل اللي أنت عاملاه لابسة ماسك. الماسك ده بتحمي بيه نفسك من اللي عايز يستغلك واللي طمعان فيكي، لكن أنت لو عليكي هتقلعي الماسك ده وهتعيشي حياة بسيطة جدا مفيهاش أي حاجة.